كمان امبارح في المحافظات كان في مجموعة من الأحداث المهمة، منها تنفيذ مشروع المحور المروري الجديد على النيل في الدقهلية، وانطلاق الحملة التوعوية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية في الشرقية، وأخبار أخرى من اسكندرية وغربية وكمان من شمال سيناء. أخبار كتيرة مهمة ومتنوعة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من الدقهلية، حيث بحث الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنفيذ مشروع المحور المروري الجديد على النيل، امتداد المشاية السفلية بالمنصورة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع لخدمة أبناء المحافظة. امبارح استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي، وتمت مناقشة استعدادات إقامة بطولة دولية لكمال الأجسام خلال الفترة القادمة بالتزامن مع العيد القومي 70 لمحافظة الإسكندرية، وأكد المحافظ تقديم الدعم الكامل لإخراج البطولة بشكل مشرف أمام العالم. في الغربية، أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي أنه تم تحقيق نسبة 94% من المستهدف ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس، وتم فحص 98 ألف طالب حتى الآن من إجمالي 103 ألف من خلال 21 فريق طبي بفرع الغربية. في الشرقية، انطلقت الحملة التوعوية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية اللي بتتضمن القيام بورش عمل لتدريب الرائدات الريفيات، وأيضاً مشروع الادخار والإقراض الرقمي والعاملين بالمديريات الخدمية المعنية ببرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة السليمة. في شمال سيناء، كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم الطلبة الفائزين في المسابقة الإلكترونية اللي نظمتها إدارة التربية السكانية، وبلغ عدد الفائزين في المسابقة 35 طالب وطالبة من إدارات بئر العبد والعريش التعليمية.